على بركة الله غادي نمشيو ونتلقوا في فقرتنا الأخيرة، فقرة الأعشاب مع الأعشاب. تسعدني وتشرفني حضور خويا فتاح، شقيته البارح اليوم ما تشوفناش البارح، اليوم إن شاء الله جليسة جديدة وإن شاء الله وصفها دائما في صباغة طبيعية. حنا في تتيمة معاهم ومجمعين معاهم، البارح كانت حالة استثنائية وحالة كانت بين قوسين المنتخب المغربي، وأنا لاحظت واحد حاجة من دخلت الإذاعة من الباب وأنا كنشوف الإعلام كتزين كاع الاستديوهات والمكاتب كلهم فيهم الإعلام، صراحة حاجة كتزوين كتفرح. البارح حلقة خاصة استثنائية وصراحة صراحة بمناسبة من حنا نهضروا شوية على الكرة نيس، ما فيها بغيتي تبدا ثاني وما فيها باس، وراه أجي نجيب غير ما نهضرش على المنتخب شنو غير عليه ولاتي. حنا ما نقولوش الخطه اللي يديك اللي خليك، نقولوا ان المنتخب المغربي البارح شنطي بعد ديالك سيدي يلا قول لي ما شفتي اول مباراه كمشاهد ماشي كويري، ولكن كمشاهد مغربي عادي على ان المنتخب المغربي دخل بواحد نقدروا نقولوا بين قوسين واحد التخوف، كان خايف على الشباك ديالو، هذا حق مشروع ليه، غير وكان تخوف شويه نقدروا نقولوا واحد مغيزه وصافي، يعني المقابله البارح زوينه كان يقدروا يزعموا اكثر. كنا نزعموا لاقاش كرواتيا، ماشي كرواتيا اللي بقات في الفينال في روسيا، ماشي هي كرواتيا، راه فرقه اخرى، والمنتخب المغربي كذلك من بعد مدرب جديد وطاقم جديد، راه يعني كاين واحد الاضافه زوينه، كان حنا ندخلوا بشويه ديك الحيطه ضروري، ولكن حنا نطلعوا ماركيو خايبيت ومتفائلين. ان شاء الله بعدا خليتها نقطه ولا والو، اللهم ايه ولا درنا الهجوم وتمارك علينا شنو نديرو سميه، غادي يودي معك هذه، اللهم هذيك القيطه لا والو. شوف حنا شوف حنا قانين غادي نخطو خطوه، نتمنى ان شاء الله التوفيق لهم في المشوار الثاني يا ربي، نتمنى خير يا ربي. وخا الماتش البارح ديال كندا وبلجيكا خلعني بصراحه، يا سكتي سميه كتخلعي فيني الله يهديك اخويا خليت دخل، مرحبا بك صباح النور انت ورا متابع وفيها اجواء خليتها مونديالية صراحه. لا اسمعك بدا الاعلام والاعلام المغربيه وكيزيدني تبارك الله ربي يخليكم وحاجه زوينه الماكينه الالمانيه بعدها خلاص انا اليابان فاجئوني وكاع بغينا اليابان تربح قول والله والله العظيم كاع جل المغاربه ولا العرب كاع بغاو ودابا نديرو التحليل دابا وصراحه نكذبوا وصراحه راه كاعتي المنتخب الالماني ولا الطاقم الالماني ولا الموكب الالماني كامل كانت واحد المساله فيها اخذ ورد صافي ضربي جات مع الدم هي هذيك شوف يا واحد خليتيها حدث كبير ديال المونديال ربع سنين ماشي سهل كيتكلم لغه الكره في هذه الوقيته هذه صراحه كيسعدنا وتشرفنا انه كان في بلد عربي 70 عام وليت كتعرف الخطه انا نقول لك لا قول لي اطلع قول لي انزل هذه الحاجه المسكين ما كتدوش بلاصه ولا ما الحاجه حقرتيها ولا شكون كيدعي وشكون اللي كيقول اولادي سير الله يرضى عليكم غير الحاجه والله العظيم باقي نعقل في 86 اللي حنا كنتفرجوا في الماتش 86 باقي حنا دري صغار والحاجه مسكينه طالعه السطح وكتصلي قلت لها علاش طلعتي المهم تسطح قالت لك باش نكون من نسي ربي وحق ليله يلا ما بغاش تطيح لي من بالي دابا عرفتي شحال من 86 دابا راه جايه 40 عام ولا اكثر من 40 عام ودعوه مع المنتخب الوطني تاعنا ان شاء الله يا ربي في صفهم كنا وراهم وكنا معاهم داعمينهم واخا ماشي في قطر حنا هنا راه دير في بالك راه الدعوات والخواطر كتوصل عندهم رائعه انا اللي ساعدني بزاف هو كم ديال التشجيع ديال المنتخب ديالنا تبارك الله شي الجماهير اللي مشات لقطر كلشي مغربي خويا جبنا بحال ديال قطر صافي تماما بحال شي فرقه مغربيه ولا راجل ولا جيش ولا معشته تماما صباغات الشعر كتسنى البارح ما عطيناهمش الوصفه اليوم عاوتاني غنكلمهم وما غنساليوش سومي راه كاتهم واحد شوف واحد القضيه حنا مجمعين معاهم تيقولوا لنا بارك اللي كابدينا غنبقاو عليهم بالصبيغ تيقولوا لنا هذا لا وديك الساعه عندهم موضوع اخر حنا غادي بالتدريج اللي ما فهموها مرحبا اللي ما فهموش راه نعاودوها لهم راه ما عندناش خاسرين حنا جينا على قبلهم ياك هادشي اللي كاين الناس المتتبعين ديال هذه الفقره هذه اللي حابين يتواصلوا معك مباشره على ارقامنا 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. خويا فتح نعم باش بغيتي نبداو الصباغه بنيه واحد الوزن الاسود هضرنا عليه وهضرنا الوصفه نتاعو والطرق ديال الاستخدام ديالو وحتى العنايه من بعد منه دابا البني ملي نقولوا بني اش كنقولوا ثاني شي نقولوا له بني اش كنقولوا كنقولوا لون لون قهوي لون الشوكولاته وحنا ملي حيتو لا قبليه لون البني غنجيبو البن نجيبو القهوه ولون الشوكولاته غنجيبو الشوكولاته بودره الكاكاو بودره الكاكاو هما الاساس هذه الوصفه هذه ان شاء الله باذن الله علاش حنا بغينا داك نديرو الانزال قلت لك نقول لك واحد المبدا واحد العلم ديال خصوصا في الاعشاب كيسمى الاسقاط مثلا بغينا شي نبته ولا شي لون ولا شي حاجه راه ان شاء الله غنفاجئك ان شاء الله ملي غنكونوا نهضروا على اللون الاشقر واحد النبته هذيك غريبه في كدير وحنا في غنديروها سبحان الله العظيم
ملي نقولوا لهم بني لون شوكولات لون قهوي غنجيبوا البن ونجيبوا الشوكولات بودره الكاكاو القهوه ديالنا العاديه اللي كنطحنوها وبودره الكاكاو العاديه اللي كنخدموا بها صوب حليوات وصوب بها شهيوات وداك الشيء صافي لا غير. اش كنزيدوا معاهم؟ كنزيدوا الماده المثبته والغنيه بالراتين وغنديه بالزيوت العطريه واللي كضروري شحال واحد تيقول لك شحال من عيال تقول لك لا ما نديروش الحنه في الصباغ لا 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 دير الحنه الحنه لا لا داروها جدود جودنا الاف سنين ماشي نجيو حتى دابا وحدهم دير فهموا عليهم لا هذه ايه لا هذه لا حاجه موروث شعبي مغربي هذه الاف سنين وما نديروش او الا نديروا لي خاطرو حتى هو الا وهي الحنه غير الحنه هنا بحال بحال الاسود غنديروا نصف الكميه الا درنا مثلا هذه العناصر اللي غنقول ان شاء الله باذن الله كل معلقه كبيره الحنه غتكون مع معلقه صغيره يلا نبداو معاهم الحنه الخاصه بالشعر الحنه ديال الشعر بغاو يديروا الحنه ديال التلوين يديروها انا عطيهم واحد القوس يديروها خصوصا انت غيديروها غيديروها ملي نهبطوا للون الاشقر علاش لاقاش هي كتعطيني ديك الصفوريه الذهبيه وداك الشيء وكتبقى شاده غنحتاجوها في اللون الاشقر بكميه اكبر ولكن هنايا يديروها بغا يديروها من باب الاستئناس الحنه ديال الكدر اللون اللي كنحنيو بها عاديه بغا يديروا ديال الشعر يديروها نبداو دابا معلقه كبيره بودره الكاكاو ومعلقه كبيره ديال القهوه مطحونه عاديه ومعلقه صغيره ديال الحنه ومعلقه كبيره ديال الدباغ ومعلقه كبيره ديال الفوة ونعرف الفوة بسبب الفوة راه معروف راه اش نقول لك راه خلاف بزاف التراكيب تركيب هي ولا الدباغ هادو اعشاب موجودين مروتي شعبي كيدخل حتى في الوصفات العلاجيه القديمه المغربيه ولا كتقول فاش غتدخل تجيك غريبه عندك هاد الدباغ والفوة تعرفي الشكوى عمرك سمعتي بالشكوى لا خويا فتح الشكوى هي اللي كيديروا فيها الحليب كينخذوه باش يفرزوا لنا هذاك الشكوى ديال الجلد هي هذيك ونفتح القوس بس في الشكوى الشكوى اللي لا هي واحد الاداه كيصوبوها كدار في العيد كبير علاش ملي كندبحوا الخروف او الخروفه خصوصا كدار من الانثى اما الماعز تكون الانثى الماعز حتى حتى في مناطق دوكاله والشاويه ورديغه وعبده راه كيديروا عادي الخروفه ما كداش ديال الخروف علاش ديال الخروف كيكون يسلخوا فيها كيوصلوا لذاك الفولات ديالها كيبقى واحد الافراز خارجي مع الدم نديروا غير التحييد غتولي فتحه لهذا كيديروا ديالاش ديال الخروف علاش ملي كتسلخ كامله كتولي بحال شغل الشكاره عندها جوج مخارج مخرج ديال العنق ديالها باش تذبح والرجلين اللي يديروا الرجلين ديالها كتجي ساهله اللي يديروا الرجلين كدير فيهم عظيم وكيتعقد باش تعلق في ديك اللي يقولوا لي حنا في المنطقه تقولوا الحمار فيه ثلاثه هي كتكون على ثلاثه ثلاثه معقود وكنعقدوا فيه الشكوى اش كيديروا كيجيبوها بعدا كي هي كيبيتوها باش هذيك وباش كتبات كتبات بالملح والدقيق كنشوف فيها الملح والدقيق ويبيتوها حتى الغد كيديوا السواد لا باش تشرب ديك الدهون حيت دابا مسلوخه جديده خاصها باش عقلتي فاش هضرنا على الملحه كدير الاحتباس ديال السوائل والدهون وكل شيء كذلك كتدخل وكذلك كتدخل ثاني كذلك حتى الدقيق خصوصا دابا المورود الشعبي كيقول شويه تحرق شي واحد اول حاجه سير رش عليها الدقيق كيابسوربي الحراره يابسوربي دوك الافرازات يابسوربي الدهون يابسوربي اي حاجه كتدخل في هذه القضيه كيف بغيتي تشوف فيها الملحه والدقيق حتى الصباح اللي كديوها اما الواد اما الضايا اما العين اما البير اللي كيغسلوها وكيحيدوا من هذاك ديك الصوفه وكينشفوها مزيان هلي كيجيبوها باش كيدبغوها باش جوج عناصر كاين الدباغ وكاين الفوه هذه الفوه معروفه الفوه راه دخلتها في المورود الشعبي المغربي القديم كتدخل حتى في وصفات حتى كتدخل حتى في الماكله الناس والله الله عرفتي درتي داك الحنين ديال طقوس الطبيعه ود الباديه والشكوى والخضره ديال الحليب ما فيها بس نرجع ليها ونفكرون بها ملي سمعت دابا الشكوى ما عرفتيهاش وحطي دابا لا ولكن قلتيها لي عرفتها لا ولكن حطي في بالك كاين ناس كثار 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 اللي تلاقيتي مع شي واحد خارج المغرب اجنبي كان دار بحث مثلا في التاريخ المغربي شي حاجه وقال لك كلمه الشكوى ولا لقات صور الشكوى قال لك شنو هي هذه مثلا بغينا عندك تيا ناس اخرين على الاقل يعرفوا شي يجاوبوا حاجه مورود شعبي مغربي ديالنا لا ما جاوبنا عليها حنا شكون غيجاوب عليها عندك الحق كيديروا لها هذه الفوه وكيديروا لها الدباغ وكيبقى طرش يوميا وكتشمش حتى كيديك الجلد كيتشرب كامل بك عناصر دابغه وهذا ملي يقولوا الدباغ راه عناصر دابغه والفوه كذلك دابغه هذه الفوه هذه اللي دخلتي للمعجم باللغه العربيه سميتها عشبه الصباغين او نبته الصباغين علاش كتدخل في الصباغات ديال الجلد ديال البلاغيل كيكون لونهم احمر ولونهم قهوي ولا شي حاجه كتدخل هذه النبته هذه كاين واش كنزيدوا السواك نعاودوا معاهم كلشي معلقه معلقه كلشي معلقه كبيره اللي معلقه لا اعطيك رضا غنعاودوا نرجعوا لهم بالتدريج ويسجلوا معنا كنلقاو لا بودره ديال الكاكاو معلقه كبيره وبودره ديال القهوه معلقه كبيره الحنه معلقه صغيره الدباغ معلقه كبيره الفوه معلقه كبيره والسواق مطحون معلقه كبيره هادو حوايج عاديين معروفين كنعرفوهم باش يتخلطوا ملي حيتوا لقم ليه هاد العناصر اللي جمعنا نحيدوا منهم معلقه صغيره نديروها في كاسرونه
ونزيدوا واحد تقريبا جلويسات كلشي كلشي كل شيء دلك كامل تاع الكاكاو البودره ديال كلشي كلشي ان شاء الله باذن الله هذه التركيبه كنصاوبوا ناخذ منها معلقه اش قلنا باللي حيتو قبليه فيه ناخذ من هاد العناصر كلهم معلقه صغيره نديروها في كاسرون نزيدوا واحد الشكويسات ديال الماء ديال العنبه ونشعلوا عليه البوطه ونخليوه الطبخ على خطرات يبقى لنا قيمه كاس حنا بغينا نديروها مركز علاش هذا استعمال خارجي ما نخافوش منها امتى نخافوا بالوصفات كتكون مغليه اكثر من القياس لاحظتي ملي كنعطيو شي حويجه من اصل مثلا خصوصا في الاستخدامات الداخليه كمشروبات شي حاجه راه كنقول لهم الغاليه وحده الاولى كتطلع نطفيو ونغطيوه ولكن الاستعمال الخارجي خصوصا في التلوين حنا بغينا نخرجوا اللب ديالها والعصاره ديالها ونخرجوا ديك النقعه ديالها اللون معزز باش ماشي مركز علاش باش هي اللي قلنا بلي حيت لقمو هي اللي غنخلطوا ان شاء الله باذن الله نطبخوها مزيان الا درنا جوج كيسات يبقى لنا قيمه كاس واحد ونجيب ونخليوها حتى تدفى ونصفيوها تكون باقا سخونه ونجيبوا الكميه من هذا الخليط هذا ناخذوا كما قلنا بحال قلنا في اللون الاسود الشعر المتوسط ديال المراه جمع الكبار ديال القبعه عامرين كان شعر شويه طويل دير ثلاث معلقات عامرين دير بجبانيه وتاخذ هذه المغله ودير الصفايه ديالها وتخوي ديك البركه تبقى تحرك تيولي متلوق بحال شغل الحنه اللي كدير شعر غنفتح واحد القوس راه ملي نقول هذه غيبقاو دائما يسمعوني واحد الكلمه هذه راه ماشي صباغه بحال ذاتها صباغه هذه قما تكون صباغه عنايه بالفروعه عنايه بالزغبه عنايه بالبصيله كعلاج وغنقلبوا في الاخر اللي غنجيو على التلوين علاش فيها مواد دابغه ومواد قابضه اللي غنجيو على التلوين لهذا ما نخافوش منها نديروها وبعينينا مغمضين بدون نحركوا حتى تاخذ القوام ديالها بحال شغل الحنه تكون خفيفه مطلوقه شويه على الشعر ما كنقول كما القاعده المعروفه ما تكونش تخضر زيني بحال الماء وما تكونش زيني معجنه اللي تثبت على الشعر ونخليوها شحال اش غنزيدوها ضروري الحاجه المهمه اللي كنزيدوها خالت سير بغيت ناري على كاسوميه غير تخلعيني اختي حي عليك انا مركزه معاكم انا ما كاينش من 10 العطار انا راه معطي وتتي تبارك الله انا معاك اجي كنقول لك ماشي نهار تلقى كاس لا تشد ما كديرها في هذه الحلقه هذه لا لا ما تقدمش هذه كثير خلت فيها شحال تقريبا القياس هنا ما بين جوج معالق كنعطيهم مينيموم معلقه جوج ثلاثة ماكسيموم عينهم ميزانهم ويحركوا ويسدوا ويخليوها تتبرد على خاطرها وديك الساعة من يبغيو يديروا الشعر ديالهم غنرجعوا ثاني إلى باقي لهم شوية من ذاك المغلى اللي غلينا به يديروه في بخاخ ويديروا واحد رشيشة خفيفة هي وباش الشعر يوجدوا باش الشعر باش تعاود حتى كلها اللي غلينا كلها مسائل دابغة وعناصر دابغة وعلاجية ما داش بصح اش غنضيعوها اللهم نوجدوا بها واحد رشيشة خفيفة نخبخوا بهذاك الرداد نخبخوا به الشعر باش يلاه يبرد لينا شوية ما بغيناش نقول لهم ماشي شفتي في زكي قطر لا غتبلل ايوا ناخذ البروس ديالنا وناخذ الجبيب ديالنا وتاخذ وقتها وبمناسبه بالنسبه للعيالات اللي بغاو يديروا هاد التراكيب لجميع الالوان كامله باش ما يبقاش واحد القضيه شنو هو ان تطلق لهم هنا في النوادر ولا في الودنين ولا في العنكرة شي حاجه واحد الطويسي ديال الزيت عادي واخا يديروا على الزيت ديال نور الشمس ولا الروميه ولا الزيت ولا اي حاجه يدهنوا بها النوادر ديالهم الجبهه والودنين الدور الودنين تحت الودنين والعنكرة من التحت هادو وتقريبا يدهنوا قبل ما يبداو هذا واحد 5 دقائق 10 دقائق باش يلاه هذاك الكريم ولا هذاك الزيت شي حاجه تلصق مع الجليده ويكون كون كومان ايزولون واحد الطبقه عازله هيه اي ولا لو تجلس تاخذ القيد ديالك كنقولوا دائما تاخذوا كطقس عباد الله ما تاخذوش كصباغه ومدروكه وشي على العافيه ومخلوعه يا ربي غيطلع له ما طلعش له لا لا يطلع له هو داك ما طلعش اللي يطلعوا حنا الهدف تاعنا شنو هو تجلس مع راسه وتاخذ ديك القيد وتسكون سوطره ودير هذه الوصفه هذه كديرها بعينها مغمضه حتى حاجه هادشي اللي قلت ما فيه مضره كلشي كي اغلبيته 90% من هادشي اللي قلت كياخذوه الناس كيدك التغذيه كيدخل في الماكله اما حنا ملي غنديروه كعلاج وكتقويه ملي قلنا مثلا القهوه وقلنا مثلا بودره الكاكاو هادو الخير ربي فيهم هادو تنقولوا مضاد الاكسده كنقولوا محاربه الجلود الحره تنقولوا كذلك التعزيز ديال البصيله تعزيز الفروه تعزيز الجلده وهادو راه الخير هذا الله يجعل شي بركه راه فيه ما يدير وتجلس مع راسها وتبدا بالشويه ودير بالخصله بخصله ودائما تنقولوا كتبدا من الجذر علاش لاقاش لي غاسين ولا الشيب ولا شي حاجه من كيطلع من كيبدا كيبدا من الجذر نرقبوا عليه من الجذر ونتمو غادي البروس ديالنا والبلاصه اللي درناها نجمعوها ونديروا اللي حداها تنجمعوا الشعر ديالنا كامله ومشيطه دائما تكون عينها كبار ديروا واحد مشيطه خفيفه ميزاجور علاش باش الخليط يتغلغل لينا بين الزغبه والزغبه حتى الفروه حنا ما عندنا حنا بغينا هبطنا الفروه وارباح عندنا خير وبركه دبروا الزغيبه ونتهلاو حتى في الفروه وعاد باش ديك الكميه اللي غاتشدنا واحد شي واحد معلقه ولا جوج معالق غاتشد لينا في ديك الجبيبينيه نشدوا بها نشارجوا بها الفاصات القداميه خصوصا الجبهه والفخون مقدمه الراس والنوادر اي اماكن كتكون يعني في الواجهه نشارجوها ونخبخوها مزيان ولا بقى لنا شويه ثاني نزيدوا نغلفوا به بحال هكا بغاو يديروا داك بوني ما نقول لهم لا ديروه ولا ما ديروهش مرحبا بغاو يديروا شي تويب مثلا حياتي وزويه في حياتي يرجعوا لنا زي في حياتي حتى هضرنا عليها قاتل في عيد كبير هضرنا زي في حياتي تم خليتيها من المحبين ديال الفكره ديال باش كيبقى شعري يتنفس ها هو علاش
هذيك الاعشاب خدامه كتطلق لينا وكتدبغ لينا في الزغيبه، وفي نفس الوقت الزغبه كتنفس، الفروه كتنفس، الشعر كيتنفس، الجلده كتنفس. اما من دول هذاك كيديروا، انا كنعرف ناس وعيالات كيديروا صباغه كيميائيه وكيديروا دوك بوني ديال البلاستيك، واسمحوا لي والله عرفوه بالعقل زدتيني خم شويه وكيميائيه ولا، خصوصا بعض الصباغات راه كاين حتى دابا دخلتي على المواقع هذه كنقول لهم مواقع عباد الله اتونسيون اتونسيون دائما المعلومه تخدم مع المعلم سميتها معلومه تخدم مع المعلم. كنلقى بعض الصباغات في المواقع الا كبقى عند حق شي يعجب كيقولوا عقلتي ديك النهار اللي اتصلت سيدك ما بقاش عاودي هذه الكلمه واحد العناصر مسمومه وكيديروها كما قلتي كيقليو فيها ويطحنوها ويحمصوها وكيبدعوا بزاف. سمحوا لي سيدنا العلم الجدات وعلم الامهات سيد وليات العيالات الكبارات الجدات العلم ديال الاف السنين ما داروش هذا العجب، ما داروش هذا الشيء، داروا داك الشيء طبيعي وعاشوا به. لا هضرنا مثلا على النفقه في العيد ولا في مناسبه ولا في عرس ولا في مناسبه كيديروا الصباح ما كيحيدوا حتى الليل، كتبغي اش كيديروا؟ كيديروا غير الكش فوقاني ديال الشعر. كاين اللي عيالات اللي تطوروا زياده واش كيديروا؟ كيديروا زيف حياتي هو الاول اللي كيديروا ديك النفقه التخليطه بكتقطر فوق زيف حياتي اللي كيجمعوا زيف اخر فوق منها باش يوصلوا غير العصاره. شو هذا هو الابداع هو هذا. اما تجيبي لي حوايج غريبه عجيبه وديري وديري بوني تاع بلاستيك وتزمتي وكذا ولا المهم تخليط حنا بغينا تعرضي المشاكل كثير. أحسن نديروا حاجه بعين مغمضين غتبغينا اللون بالتدريج انا معاهم اللون غتعطيه لنا فاتح بغامق بالتدريج كذا بشويه بشويه تنحصلوا على اللون اللي بغينا مرحبا. ولكن باش ديري شي حاجه تعطيك دابا ديريها دابا وتعطيك اللون دابا زائد من القدام تولي تعاني شعرك كيطيح وتتصل الو نعم شعرك كيطيح باش درتي كنت كندير الصبيق هذا كنت كندير كذا لا احنا من الاب احنا سبحان الله بهذه المناسبه شكر كبير كبير للاذاعه اللي كتخلي لنا تعطينا فرصه نوجهوا واحد معلومات ونصحوا معلومات ديال الناس اللي خاطئه. انا ناس عقلتي نهار السيده تواصلت معنا قالت لك بشره حساسه واش ندير خل التفاح يا اختي شكون قلت لك اختي خل التفاح صح وهذا هو الغايه والهدف اخويا افتح المعلومه شكرا سميتها المعلومه تخدم عند الاختصاص اكيد. فسلامي للمستمعين والمتتبعات هذه الفقره فقره الاعشاب مع الاعشاب. خويا افتح اعشاب مرحبا بك معنا من جديد. احنا في سلسله صباغه طبيعيه عطينا الصباغه في حلقتنا اللي فات قلنا الاسود درنا التهيئه بداية الاولى رجع حلقه درنا التهيئه كيفاش نوجدوا الشعر نوجدوا الناس اللي صابغين والناس اللي عندهم مشاكل في شعرهم ولا شي حاجه تهيئناهم الاول جينا اللون الاسود عطينا بالتدرج ديالو ودابا حنا في اللون البني ومازال ان شاء الله باذن الله في اللون البني نقدر غدا ثاني نديروا شي اضافه اخرى ثاني مثلا شي مناطق ما عندهمش مثلا قلنا الفوه ما عندهمش الدباغ ما لقاوش شي حاجه نقدروا نعوضوا بشي حوايجات اخرين وحنا غاديين. شوف العالم ديال الاعشاب والطبيعه حنا كنحاولوا ما امكن خصوصا ما نخليهمش يخرجوا من الكوزينه. الا خرج من الكوزينه شي واحد العطار اللي قريب ليهم يلقاو هاد العشبه يلقاو ما لقاوش يلقاو الماثله ديالها ولا كتعوضها. حنا الهدف تاعنا شنو هو؟ حوايج تكون بسيطه سهله ماشي مركبه معقده. ما حنا يلاه هضرنا دابا على قضيه ديال خصوصا المواقع اللي كيجيبوا شي حوايج غريبه عجيبة. مثلا في اللون الاسود فاش قلت لهم عشبه مثلا الكتم او الحناء الانديغو عطيتهم خيارات هذه موجوده وهذه موجوده اللي لقيتوا فيها لقيتوا هذه ديروها ما ديروش بجوج ديروا حاجه واحده وما قلتها تتاكد ان كاع اللي كيبيعوا المواد الطبيعيه التجميليه الطبيعيه متوفره موجوده وباثمنه ماشي غاليه باش نكونوا واضحين راه ماشي حيت هضرنا في الاذاعه غيطلعوا لها الثمن لا راه موجوده ورخيصه راه كتخدم بما قلت تمتع وكره رخيصه في متناول اللي جابوها ياخذونه في كل تركيبه غياخذوا منها غير معلقه كبيره وديك اللي يبقى يشدوه يديروا ليه كرافوز ولا شي حاجه ويخبيوه حتى المرجي ان شاء الله باذن الله وعاودوا له تخليطه اخرى مرحبا وبالصحه والراحه. احنا اكيد مرحبا بمكالماتكم اللي كان هناك اتصال على ارقامنا 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. قال يلاه يبشرك بالخير بقى لنا غير دقيقه اش من المكالمات واخا نسلموا عليهم يلاه نسلموا عليهم ماشي مشكل. خويا افتح نعاودوا الوصفه ياك باش يركزوا معنا. هذا اللون بني لون بني شنو المواد اللي غنحتاجوا العناصر اللي غيوجدوا باش غادي نغليوا باش غنصوبوها. هذا اللون البني لون شوكولا ملي يقولوا بني وشوكولا اللي كيجي مع الالوان ديال المغربيات اجي القهوه والشوكولاته كنجمعوهم عقلتي على الغاسول اللي هضرنا عليه وانت اش كيقتلني واش كيجيب لي الدبوع هو ملي كنعطي مثلا وصفات وكنكون ديجا عاطي وصفه اخرى شعبيه تقليديه مغربيه بحال مثلا درنا النفقه ولا درنا الشهيقه كنكون ديجا عاطي مثلا الغاسول بالاعشاب ولا غاسول بشي حاجه جديده قهوه ولا لا ما فيها باس كنقول ملي كملوا هذه يغسلوا هذاك الغاسول اللي درنا علاش كنعطيو بالتدرج لاحظتي فاش بدينا مثلا العنايه بالبشره مثلا ولا شي حاجه كنعطيو بالتدرج هذه تبع هذه هذيك توصل هذه باش الا وصلنا لهذا ليطاب نقدروا نبداو بيطاب اللي قبل منها ماشي نبداو باللورانيه ونقول لهم القدامي الا كنت بغيت ايطاب باريطاب ملي هضر على الغسول وحنا وصلنا للصباغات ملي درنا الصباغه نغسلوا بالغسول وهذه طريقه تحسب لك صراحه طريقه ذكيه انا كنحييك عليها علاش باش يبقى الناس غاديين في تسلسل مع المسلسل ديالنا صحيح ما يفوتوا حتى حلقه
اختلفت ورجعنا حنا كنعاودوا كنديروا لهم ميساجو واش حنا شوفي راه حنا راه الاشاره ديالهم ومرحبا بهم شي عيتصلوا بينا ولا مثلا يقول لك راه ما فهمناش هذه ولا ما سمعناش هذه ولا ما عقلناش على هذه ماشي مشكل نعاودوا لهم يلا نعاودوا دابا الوصفه بالتدريج وتسجلوا معنا شوف العيالات اللي في الدور هذه يكونوا صراحه راه ولفوها بالنسبه لك يحيوك بزاف بزاف ديال العيالات يقول لك راه حنا ولينا دايرين دفتر ديال 50 ورقه قلت لهم انا شوفوا عاود نديروا 100 ورقه 200 ورقه الخير موجود ان شاء الله باذن الله يمروا الشعب المغربي والله ما كيسالي راه خصوصا الناس اللي كيخدموا عليه وكيحفزوه وكيجمعوه وكنديروا لي ميساجور راه كنخرجوا منه العجب والمعجب تبارك الله عليك يلا بسم الله يلا على بركه الله قلنا البودره ديال الكاكاو بودره الكاكاو والقهوه كذلك قهوتكم طحونه ديال القهوه العاديه والحنه كذلك والدباغ والفوه والسواك السواك راه ولا موجود بلا من طحون بودرت وكيتباع السواك هادو واش نديرو معاهم غنشدو هاد الخليط كامل باش غنغليوه باش غنسقيوها غنجيبو هادشي كامل ناخذو معلقه صغيره ونديروها في كاسرونه ونزيدو واحد جوج كويسات ديال الماء ديال العنبه ونشعلو عليه البوطه مجهده تيبدا يغلي ونقصو عليه ونخليوه يطبخ على خاطرو تيبقى لينا نص الكميه هذاك الكاس ديال العنبه راه كافي باننا نحركو بها التخليطه هادي ناخذو من هاد الخليط هادي ناخذو بالمناسبه ملي نقولو هاد الخليط يكونوا مطحونين ومشطين ومنيلين ومغربلين ومشطين راه بصراحه ملي كنكون خدام في القهوه انا راه كتجيب لي مشاد بوحك جيب لي تيلت علاش خاصه الناس ملي يديروها ملي يغسلوا ما يبقاش عود هنا تحط لي هنا حبه تعطي لهم بحال فورس منيله باش ملي كيدوزوا داك الماء والغراف ديال الماء والشتاء كذا كذا يكملوها يجيبوا هذا الخليط هذا اللي غليناه ياخذوا منه تقريبا نص كميه ولا فايد نص كميه شويه ويحركوها به ويزيدوا واحد الجمعيلقات من ما بين الجمعيلقات ثلاث معالق عينهم مزيانهم ويحركوا ويسدوا ويخليوه ترتاح مع راسها تبرد على خاطره داك شويه الماء اللي غلينا به الباقي شويه يديروه في بخاخ ويهيئوا به الشعر يرشوا به شويه يهيئوا به بحال يبرد شويه ويجيبوا داك الشيته ديالهم ويحطوا داك الجبينيه ويبداو بشويه من الجذور وغادي الاطراف تيشارجيوه كامل لا بقى لهم شويه في داك التخت في داك الجبينيه يعمروا به الجبهه والنوادر كاع الماكل الفصل القداميه الكتبان يمخبخوها ويشارجوا بها ويخليوها وكنقول لهم ما بين ساعه مينيموم ساعه ماكسيموم ساعه علاش ما يخافوش منها خلوها عريانه بغيت لهم رضا داروا شي زويف ولا شي حاجه يكون يتنفس مزيانه غير بين قوسين باش يديروا ديك انا ما نقولش يديروا ما نقولش ما يديروش عينهم مزيانهم الا كان شعرها قوي وقاد على التمارين وقاد على الضغط يلا بالي ما صافي حنا سالينا خويا عبد الوهاب سالينا درنا السياسه الصعيده طلع لنا الموسيقى زعما صافي سالي مسكتو خويا افتح اكيد الحديث معك ما كيتشبعش منه ان شاء الله الاسبوع الجاي غادي نكملوا الالوان ديالنا تبارك الله كاين الوان كثيره تدرج معاهم ان شاء الله باذن الله فخليكم معنا مواصلين مستمرين حنا معكم راه الاشاره هكذا نكون وصلنا لختام حلقات برنامجكم الاسري لالا فاطمه شكرا لمحبتكم شكرا لوفائكم شكرا خويا عبد الوهاب مسودي ونلتقي ان شاء الله في حلقتنا القادمه باذن الله في امان الله.